يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يبقى عندي حاجه اسمها موتور افيد. موتور افيد يعني مش حد عارف يكوردينيت اللبس مع اللاركس مع الطنك، فانا مش عارف اتكلم بالرغم ان عضلاته سليمه. لان ما عنديش شرط في العضلات، انا عندي السنتر بتحكم في العضلات عشان تتكلم، يعني الطنك ممكن تطلعه كل واحد تطلعه لسانك تطلعه عادي. لو بيشرب بيجيلي بنص بص، لما اتكلم ما اعرفش اتكلم، ما اعرفش اتكلم ليه؟ مش عارف اتحرك لبس مع طنك مع لاركس. طيب بقت المشكله بتاعتنا رجوع مع بعض ده من زمان هنا في الكلام دي بيسموها موتور ايه؟ افيد يا موتور ايه؟ افيد. بتقول بس حاجه جديده بقى في الدعايه في الاخر قبل ما اسيب الفرنتر. بقيت الفرنتر لوب اريا دي مش بقى بري فرنتر اريا. بري فرنتر اريا او فرنتر اسوشيشن اريا دي اللي ليها علاقه بكذا حاجه. اللاتر سيرفيس لحاجه اسمها ايه؟ ايموشن وبيبيور بتاع السين. انا دلوقتي يعني هنا سيرفيس اريا فاحضرني انا. فين؟ البين ده الاشارات روح من الجزء طبعا ده اللي خاص بيه. واحد بيقول لك حاجه اتبسطت بيها قوي الاشارات روح. واحد سمع كلام الشاب قال لك انت هتسقط وتفشل وكده، فهنا الكلام يروح لين؟ كل الاشارات اللي انت هتسمعها في بتاعت اللي هي سينس وامبلس يبقى ليك رد فعل. انت بابا مش خد كوش النهارده وانت داخل بيه كده بدا يزعق لك زعق انت بدات تعيط بسبب الايموشن بالفعل ده اللي دي اللي اسمها فري فرونتال. يبقى في فرنتال اريا هي سبب الايموشنز والانفعالات والكونتاكت والبيجر بتاع اي واحد فينا. يبقى اي واحد فينا طيب الو لا بس هو انا قلت لكم على الموقف وليه لا 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 قلت له عادي لا قلت له عادي لا قلت له عادي لا يا رويس فتاني لو قلنا بقى الناس بتسمعني كده كويس عشان انا مش هحكي كده لا تطلع مش هحكي والله انا بحكي كده ما اعرفش اقول ايه بس انت سامي الباب مفتوح ده يبقى تاني بقى يبقى الاريا الاماميه دي مسؤوله عن الكل لاقي بعد كده تروح غرامة جنيه ايه؟ لاقي بعد كده غرامة جنيه يدفع كام؟ غرامة جنيه لا 20 جنيه ما ينفعش طب يلا يلا ليه؟ ايه بايظة؟ لا اسف على ايه؟ بايظ زي البرد يلا ليه؟ ثانك يو خد كرسي وطن لو عايز يبقى عندنا الاريا اللي اسمها بري فرنتال اريا المسؤولة عن الاكشن 20 جنيه شفت دكتور كوليتا خدامت ازاي؟ كويس كويس الواحد في قلب موهبته يعني لو متاكد ماشي اكتر من طب 1000 مره والله انت حاجه كويس هتقلق قصه أنا يبقى بالنسبة لنا في حاجة اسمها البرين، الفكرة البرين بقى لما بتقطع حتة صغيرة وبتحط في البيت والخصومات إيه؟ كده يعني في لا حاجة تانية بتستخدمها اللي احنا فيها دي صراحة حد فيهم ياكل برين؟ تتكلم؟ كان حد كان بليد قبل كده؟ أنا مش لا رائع رائع حضرتكم أنا دول بليد نوبر كيلو بقى 53 جنيه أنا من أغلى كمان دلوقتي أنا بليد والله بجد شوية تلاقي رولز قد كده كنت رولز وأنا فوق كمان هياكل حد تيجي نشتغل عشان أسد
فالفرونت لوب في الاماميه الثالثه اسمها بري فرونتال اريا، دي ليها علاقه بالموشن الانفعالات بتاعتك. الانفعالات دي بتحصل لها ازاي؟ لازم تجي لها بالشراب. اي سنس في الامبلس راحت البرين طبعا هيترجمه بالفم ويبعت كمان في الفرونتال اريا. بس لما ادراك معك الم غير انه يقول لك كلمه كويسه. الموشن والاكشن والكونتاكت او البيهيفير بتاعك معتمد على الاريا اللي اسمها الاريا دي بري فرونتال اريا او فرونتال اكسيشن. قالوا مين دي السيرفس بتاع الانتير بارت اللي هي من جوه اللي هي رقبه كبيره جدا بحاجه اسمها اولاد لو بعد كده السايكولوجي بتاع الانسان والتاني نسبه عبيطه والمجانين وكده. الانتير سيرفس بتاع الجزء الامامي ده رقبه كبيره جدا بالالكترونيك نيرفس سيستم، يعني فرونت لوب الايديت اللي عليه سؤال ريتن ديسكرايب ذا فانكشن اريا فرونت. طبعا اشرح سؤال اسمه فانكشن اريا فرونت لوب. فينا طلبة وهي بتلك كانت تبقى مضايقة أو تذكر بصوبة يعني تسمع كل ما شغال وقت تصل كتسم السفر بس مينت سنتر يبقى لها تبقي سنتر في الليلة الأربعة اللي هي موتور إيريا كنترول أوفرس إنسايد بتاع جسمي في طبيعة تلك تسمى برامج الفلاك عشان كاربين في المين كارتك أنت بحب لها أي قدامك في إيريا اسمها بي موتور إيريا اللي هي إيريا ستة والإكسترا بامج. إكسترا بامج اللي تتحكم في التوم تمضوط بيزبط شغل البرامج. شوف البرامج ده بمعنيه البرامج ده عامل زي واحد عبيط نزل الأوامر إكستاجيليتي يدك اللي يقلل الشغل دوت أو يظبطه طبعا ما انت بتشاك هي الأريا كان لما كده ست. وطبعا كلمة البرامج ده ليه عم يقول فيها إيه؟ أي موتور أكتيفيتي أي موتور أكتيفيتي في جسمي ما تبقتش أوامرها من الأريا أربعة تاخد لقب اسمه إيه لقب زي ما كده إكسترا برامج. يبقى كلمة إكسترا برامج كلمة عامة جدا وهي أكثر من برامج بكتير جدا. يعني اي موتور اكتيفيتي في جسمك ما بتتحكمش فيها الاريا 4 تاخد لقب اسمه اللقب ده لما كده اكسترا برامج اسمه ايه؟ اكسترا. في بارت بتعمل البارت اجار بتتحرك بتتحكم في حركات الايه؟ اللي هي كونديجيت موفمنت. قلنا اللي هي بتتحرك يمين مع شمال اللي قلنا لوعين كده واقفه وعين ثانيه واقفه كده. الانتين دول دي فيها ميت دايركتس مثلا تبقى ميديا ولا كونديجيتي ولا عشان تبص على الناحيه دي الايه دي لازم تروح كده في الاطوال تشتغل. في الاريا 8 اللي هنا تحكم في ديت هتفضل اللي هنا والاريا 8 اللي هنا العكس. فبالتالي الاريا لما تبص شمال يبقى تحكم فيها اليمين واليمين تحكم فيها الشمال. في حاجه اسمها اكومديشن. ايه هو الاكومديشن؟ قال لما بمسك الموبايل بقرا لازم الايرنس تبقى مور كومبكس عشان تاخد الصوره تقربها من الريتنا لحاجه لو خدته اكومديشن. الاي بي لازم يديك جدا عشان كميه الضوء اللي دخلت تبقى قليله قوي. ده اسمه اكومديشن اللي هو نير فيجن. يعني اي واحد فينا لو خدته الاوبتيك او خدته الضوء في اي حته العدسه لو حد فينا عارف العدسه بتعمل كده في الصوره بتجمع الضوء على بوينت اسمها البقره الثالثه او البقره الثالثه. كل ما تبقى الصوره قريبه العدسه بتبقى مور كومبكس عشان تجيب الصوره على الشبكيه الثالثه اللي اسمها ريت. بتطلع حاجه كده في الهيستولوجي في الفيجوال باسوي. ايا كان الظروف الاكومديشن يعني العدسه بتاعت الايه تبقى مور كومبكس. السيديو المصل اللي موجوده في الايه حتى فاكر ديبارتمنت الترم اللي فات. وكمان في الاي بيوم الذي بيديه ما ينفعش يبقى الاي بيوم واسع قوي وضوء كتير بيخش يعمل ديك على الريترا الريترا ما تركزش. فبالتالي حتى بعد كده احيانا بعض الصور بعض الصور لو الشمس خطه في اللي صوره تلاقي الصوره طالعه وحشه جدا في الكاميرا انما لازم الصوره تبقى ليه الاضاءه بشكل معين. يعني كل واحد فينا ما يقدرش يقعد كده يصور الشمس في الكاميرا مش تصورها ايه تخش الاضاءه كتير تبوظ الصوره غير في الاخر. الاي بي اللي بتاعتي لازم يديك بكميه معينه فالضوء اللي يخش عايزين نشرب الشكل وعايزين قهوه وعايزين نطلع ده اللي بره الاوضه بعد كده ورد فبيدوك. ده اسمه اكومديشن. الاريا 8 دي بتتحكم في حاجه اسمها ايه لما كده قلنا بعد كده في البوزيشن بارت بتاع الانتيو فرونت اجايلس الناس اللي كانت لسه في الطريق جايه في خواجه اسمه بروكا سمى اريا باسمه سميناها موتور سبيتش اريا خواجه بروكا. الاريا دي لو حطيت دي ارقام 44 45 الاريا دي بتتحكم في مين؟ في اللبس بالطبع واللين ات سيم تايم. طب بص ايه تمام عارفين ان في فيشر نيرف يمين فيشر نيرف شمال وهايبوجلوس يمين وهايبوجلوس شمال وبيجاس يمين وبيجاس شمال كل السته نيرف بتيجي لهم اول من حته واحده اللي هي الاريز. الاريا دي موجوده في الهيمسفير اليمين والشمال لها في واحد بس اللي بياخد لقب اسمه الهيمسفير الزائد اللي هو الدوميننت
You know what domain transfer? لو أنا بكتب بيت اليمين يبقى الشمال ولو الشمال يبقى مين اليمين. الأريا المشابعة الناحية الثانية بتاخد لقب اسمها أريا الصامتة سايلنت أريا. فبالتالي ما أقدرش أقول إن أنا عندي الاثنين شغالين ناحية رقص اللي شغال. وبالتالي الناس اللي أحيانا تجيله جلطة في المخ تلاقي بعد ما جات له جلطة في المخ المخ خد كل سحبة تقعد تقعد. أنا نادي. لو جات له جلطة في المخ تلاقي بيكلم معقول، والواحد تلاقي يجيله جلطة في المخ تلاقي بيكلم وحش قوي. بيكلم وحش قوي ده معناه إن اللي جات في أنهي مسكين لو كان ده دومينانت تمس. طيب بقيت اللوب اللي قدام فرونت أريا اسمها بري فرونت أريا دي مسؤولة للكونتاكت، الكونتاكت التواصل بالجنين والبيبيو والتفاعلات والايموشن بتاعك حزنك مش الحمد لله كل الحاجات دي بتعملها. لو بصت الاريا دي طبيعي بتعمل الكلام ازاي؟ بتستقبل معلومات من اي سنسور اريا في البرين. سمعت كلام وحش، سمعت كلام كويس، شفت صوره وحشه، صوره حلوه، جالك خبطت ما خبطتش، كل المعلومات اللي بتروح للفرنتال لوب بيترجم لك الايموشن اللي اتلست. صعب جدا ما بهزاك تبقى متسبب انت اوبفيس مش الحمد لله من هذا القبيل. يبقى سبب الاكشن كله الاريا دي اسمها بري فرنتال. النيتا سيرفس برضه ليها علاقه بشويه الايموشنز بتاعتنا، والانفيور سيرفس علاقته الاساسيه بالاوتونوميك سيرفس. ده الفرنتال لوب الاريا اللي بتحصل في السيرشن. هنتكلم عن التمبر لوب قبل ما نتكلم عن التمبر لوب بتاعتنا. التمبر لوب في كام جايرو سبيت قالوا عندنا في سوبر تمبر جايرو وانفيور تمبر جايرو وانفيور تمبر سوبر وميتال بوينت. المتصل بتاع سوبر تمبر جايرو في حاجة اسمها هيشن تجارب. هيشن تجارب ده حتى في نص مني تمتد لجوه الصرخة ده كمان. المنطقة دي اللي هي في 51 41 الأريا دي زي موجودة اللي هي الليمبك سنتر. أنا لما بسمع أي كلام بسمعه وداني للتين كل ودن من الودنين بيخش منها الصوت يعمل ريلي ويعدل الناحية الثانية، يعمل ريلي ويعدل الناحية للدكتور. لكن كمان بيأسد على نفس الناحية بس مين اللي عاد الناحية الثانية اللي تأكد ده اللي طبعا ده اسمه اللاتر البنسكس مش موجود ما تأكيد عن حاجة اسمها مين ده البنسكس. اللاتر البنسكس لما يجي عند البوت يروح حاجة اسمها انفيو كريكي الميد بنسكس وكمل على كده على حاجة اسمها مين ده الجليكريت باند لو حد ذاك ومن مين ده الجليكريت باند دي تطلع راديشن تروح للتمبر لوب لأريا 41 و42 دي تستقبل الصوت. الصوت اللي تستقبله ما بتميزوش يعني ده صوت انا ما اعرفش صوت ايه وده صوت ايه والباب اللي فتح في صوت ايه ما اعرفش اسمع صوت ده. بقيه الكاميرا لوب اللي هو ده كله اسمها يوديسي اسوسيشن اريا. يوديسي اسوسيشن اريا اللي بقيه الكاميرا لوب بتفهمني انا سمعت ايه. يعني مثلا لما اجي اقول لعيل صغير لسه الو ليل لما واحد فينا اول نوبه سمع صوت طياره وهو صغير بيعيط مش كده؟ صوت طياره خبط يعني فماما شايله كده من الارض يا ماما دي طياره. فانت بعد كده لما تسمع الصوت تقول طياره طياره تجري في جديد مش كده؟ لا هي نفس الفكره. فاول نوبه بتسمع اي صوت في الدنيا ما بتعرفش بعد ما بيعرفوا لك بتخاف. طب انا بسمع ايه كان محضر بيه كلام مين؟ اللي هو جارس اسمه ايش اللي جاي تمام؟ طب اخذ المعلومات في الاريا كام؟ 22 بيت السوبير والتمبر جايرس. يبقى انا بقول لك انا عندي جارس اسمه السوبير والتمبر جايرس المنتصب بتاعه ده بيستقبل الصوت بس ما يميزوش. طب مين اللي يميزه؟ بقيت السوبير والتمبر جايرس. فالاريا اللي بتسمع تبقى اسمها برايمري اوديتري اريا. اما التاكت تبقى اسمها اوديتري اسوسيشن اريا. يبقى انا عندي تو تايمر اريا واحده تستقبل واحده تاكت واحده مالته. يعني انت لسه موجود النهارده تسمع طبعا الانسان بيسمع يوم الولاده انما في نفس الوقت على فكره الاير بيرد من الولاده اما بتتولد الاير كامله بتعمل تكوين بخلاف الطالب. طب ارجع اسال سؤال اي صوت بسمعه يوم الولاده يوم ما اتولدت بيبقى بسمعه من الاير تمام؟ هل بسمع من ودن واحده ولا من ودنين الاثنين؟ من الاثنين لان الاير ديت تبع الهيمسفير والاير ديت بس من الاوبزيت سايد. يعني الاير دي لو قعدت حتى دي لو قعدت هل يحصل كومبليت ديفنس لاي ودن من الاثنين ولا لا؟ في شويه بس ما يحصلش كومبليت ديفنس ما تطلش خالص. طب اللي انا سمعته النهارده بخزنه في الاريا دي الاريا كامله وكده 22 اللي تسمى يوديتري اسوسيشن اريا يبقى مره ثاني سوبير تمبر جايرس في تو بيرنس. اريا تسمع اريا تميز مش كده؟ لا يبقى اي واحد فينا ماشي في الشارع بس مبسوط كراكس عربيه
عمرك ما تقول كراكس عربيه تقول ده حوار بيجينا مش كده، مش تقول كده ابدا، هتقول ده كراكس عربيه مش كده. واحد تاني يقول لك لا ده حيوان بيعمل صوت، ده كلب بيهوهو، ده حاجه تانيه. طب انا اي صوت بسمعه مين بقيا بحضر مين 42 اللي هو جارس اسمه ايش السيجاري اللي هو منتصف السوبير تمبر ارتاح بقيت السوبير تمبر جارس لما كنت تاخدين معلومات اللي انت سمعتها يبقى ليه اسمها يوديتري اسوسيشن اير. يبقى في اريا اسمها برايمري يوديتري اريا واريا اسمها يوديتري اسوسيشن في نفس الكلام. يبقى انا عندي ده تمبر برضه كلام الكومنتات عشان السلوات لو حصل دامج في اريا زي دي اللي هي اريا يوديتري اسوسيشن اريا تفضل التمييز خلاص هترجع الاصوات تاني زي ما كنت صغير. صوت كراكس العربية زي الباب اللي بينفتح ده صوت الإنسان مش كده بس في أصوات بتسمعها. لكن تسمع 41 42 يعني من 41 42 بعصر أنت تبطل تسمع يعني إيه اللي السمع نسبي مش كده. لا طبعا أرجع أسأل سؤال يبقى أنا عندي السوبير تمبرا جارس دي كام أريا نقطة كده اثنين واحدة للسمع واحدة للتمييز إيه اللي بتسمع كده. بعد كده أسئلة الناس قال بقيت بشوف الروب تحت دوت محدش عارف عشان كده بقول لكم عمليه وهميه قالوا بتاع الميموري. فطبعا يا ريت كلنا يبقى عندنا بقيت تمبر الروب قد كده من تحت عشان الميموري تبقى كتير. حد فينا سمع عن حاجه اسمها انكس؟ اللي فينا ذاكر انكس سمع عنه قال هنا ده كروسترام نو ده السلامس وده المنستير. هنا كان في سلكس اسمه كالوزا ايبو كامبس وهنا كان في سلكس اسمه سنجيرين مارشنال سبرايز. لكن في سلكس اسمه كالكراين بص كالكراين مرض مسيلس. لكن في سلكس اسمه بلاد حتى دي كانت اسمها عباره عن كمبر جايرس وقدام الناس اللي كده اسمها انكس. قالوا الانكر ده اعتبر علوم بس من تحت تبع الدنتوريا سيرفس. الانكر ده هو السنتر باسم بيستقبل حاجه اسمها اللاتر روت بتاع الفايتر تراك انا عرفته دلوقتي وفي نفس الوقت بيستقبل الانتيري بارت بتاع عباره عن كمبر جايرس هو اللي بيتعمل ده مميز قوي انا بحبه. يعني انا بشم بالانكس وترجم بالانتيرو بارت بتاع بره هيبوكامبر يعني اي اوضه مش شريطه حاجه دي ملوخيه ده محشي ده كذا الاوضه دي كلها بتشتغل هنا. طب وبعدين مين اللي عرفها؟ قال بابا تقول لي دي سوق ريحه المحشي ده ريحه بارفان ده ريحه كذا ده جهاز عربيه ده كده ايه فهم بيترجموا الاثنين دول. دايما الاريا الاساسيه بتستقبل ومتميز انما الاسئله اللي هي البرايمري اما الاسوسيشن اريا اللي تخدم فيها المعاني دي بتاعت الخبره يعني اللي انت بتكتسبها طول انت لغايه دلوقتي لغايه موتك ممكن تشم ريحه او نبت تشمها وتسال ايه دي؟ يقول لك بكذا نبت تاني مره تشمها البرفانات اللي عماله تطلع دي كل شويه برفان جديد بتشموا هذا برفان بتسال ده اسمه ايه؟ لما تشم واحد حط ده حط تاني تقول ده برفان كذا واسمه كذا. مين اللي بيشم بقى؟ الانكس. ومين اللي بيميز؟ انتيرو بارت بتاع بره هيبوكامبر كاس. مين اللي بيشم بتاع مين؟ انكس. مين اللي انتيرو بارت بتاع بره هيبوكامبر كاس. يبقى عندي كده على اللتر سيرفس كان في سوبيريو تمبرا جايرس كان في سوبيريو تمبرا جايرس كان في جايرس اسمه سوبيريو تمبرا جايرس. سوبيريو تمبرا جايرس بتاعنا زي الناس السكر في الديتري سنتر اللي هي الانشنت جايرس وده بيستقبل الهيرنج من كام اير من الاثنين اللي اوبتكس وده تسمع ولا الميت بقيت السوبيريو تمبرا تميز اللي انت سمعته تمام. نفس الكلام عندنا الانكر الانتيرو بارت بتاع بره هيبوكامبر جايرس. الانتيرو بارت بتاع حاجه اسمها اللاتر روت بتاع الفاكتر سيرفس. فحد فينا ذكر سلكاري من رايت بايرس. كان الاوربيتال سيرفس من تحت اي حاجه اسمها الفاكتر سيرفس. الانتيرو بارت والهيب لو هرتكم. التاكتر ده وكما نتكلم عليه دلوقتي لو نحنا بنتقسم الاثنين لاتر وميديا اللاتر بتتقسم على الانتيرو. الفاكتر ده وجاي. فرجعنا مع بعض ده بالنسبه للانتيرو هو اللي بيشم. طب بعد ما بيشم الانتيرو مين اللي يميز اللي انت شميته؟ الانتيرو بارت تعمل لما كده بارا هيبوكامبر جايرس والتاني التمبرال لوب الترك. اتفقنا ان اللور بارت بتاع التمبرال لوب لور بارت بتاع التمبرال لوب لور بارت بتاع التمبرال لوب ده ليه علاقه بالميموري لور ايه يبقى علاقه بالميمورايزيشن. طبعا اثبتوا قبل كده وشويه حاجات تاني خلاص. بعد كده جبنا حاجه اسمها باريتو.
البراءات بتاعنا بقى بجينا من عليه كده قصته طويله. لو فاكرت سنترال الورد الفاولات والسنت استنكر في الدايره الناس اللي بتصحي ده او بتاكس كويس تكون صعبين. طبعا هي الموضوع كله في السلطه على فكره، يعني انت لما تاخد في السلطه الموضوع يبقى اصغر شويه من عندنا. اديك هتسمعوا بقى يعني انتوا عندكم فكره ان الاماكن السكري والدايركتور بيكونوا متصفين. مين السكر ده اللي كان راجع ورد اسمه؟ بصينو ليمس من ثلاث اصناف. مين نازل من فوق تحت؟ لسه ما يسوش سكر. لسه الصحي الفاتح كان عندي هنا في فرايت سيبيتر بيجي سيبيتر روش ده فرست ارتفيشال لايت. ده كان بيرجع لفوق كده وده كان سكند ارتفيشال لايت. لو ده بصينو ليمس ده اسمه سوبيريور تمبرال. سوبيريور تمبرال جاي من فوق كده من تحت ده مين دوبلات؟ انفيريور تمبرال. اسال سؤال مين الدوبل هنا كان اسمه؟ فرايت. كان اسمه فرايت. كان اسمه فرايت. هنا كان عندنا سركس اسمه بص التلسر. كان في سركس اسمه انتر باريتلسر تاني بارتي. بص التلسر كان دول الجاية موجودة هنا اللي هي اريا 3-1-2 زي ما كنتوا عنا في السر. اريا 3-1-2-3-1-2 على فكرة بتقول كده. الاريا 3-1-2 دي اللي هي مين سنسور اريا السوماتيك سنسيشن. ايه معنى السوماتيك؟ يعني وقتك من جسمك من ذاك من عضلاتك من فاصلك كل السوماتيك سنسيشن بتطلع. او اي سنسيشن تاتش بريشر اي السوماتيك سنسيشن تستقبلها الاريا دي برضه اللي ساب فيها ريبريزنتد اب سايد داون. ايه معنى اب سايد داون؟ برضه راسي تحت وهي فوق مش كده؟ قالوا يعني هنا واقف الراس تحتل سلت المسافه تقريبا وبعد كده بتيجي ليه كده الهاند لها جزء كبير جدا الهاند لها جزء غير طبيعي يجي الفور ارم ويجي الارم ويجي الدايم وهنا الصاي هنا الصاي هنا الصاي هنا الصاي الصاي. طب ليه بنشوف ايه؟ النيدل سايد في حاجه اسمها بارا سنترال فيو اللي فينا زي كده احنا في سطور كده اسمه سنتر والمنطقه اللي حواليه دي اسمها بارا سنتر. لو ده السنتر يبقى اللي قدامه مين؟ كان موتور. يبقى الموتور هو اللي قدام هنا بتاع ليجوال فود واللي ورا ده مين؟ السنسوري بتاع ليجوال فود. يبقى النيدل سايد في له فيو اسمه بارا سنترال فيو ما تبصوش عليه. البارا سنترال فيو دوت مسؤول عن الموتور السنسوري بتاع ليجوال فود. احنا عندنا سيلف بريزنتد اب سايد داون. بمعنى ايه اب سايد داون؟ ان الراس تحت حته ليك صغيره وبعد كده تيجي الابر ليب والهاند ليها بارت كبير جدا الفاين سنسيشن لما تعمل الهاند ديت بعد كده يجي الفور ارم والارم والترانك ويجي بعد كده الدور على الثايل ده على لاتر سيرفس. اما الليك والفوت يبقى على اني سيرفس لو كده على اني ده سيرفس. الكلام ده واصل ولا مش واصل؟ طيب دي حاجه بقى باسم ازاي سمعتوا عنها في سنه اولى او ما سمعتوش اسمها برينيوم. اسمها ايه؟ برينيوم. اسمها ايه؟ برينيوم. ايه هو البرينيوم؟ مش بلونيال. الفرق بين الاثنين هي بي رومنيال وبي رينيوم. بلونيال كبير وبرينيوم لونجس وبرينيوم سبيل. برينيوم دي بقى نتيجه الافلاك بتاعها فتحه الشرج والجينيتال اورجن والكارنيوم. المنطقه دي اسمها برينيوم. اسمها برينيوم. اسمها ايه؟ برينيوم. اسمها ايه؟ برينيوم. البرينيوم ده بيحس قوي وفي محابس متحكمه في البول عشان ما يخرجش، في محابس متحكمه في الكورونا عشان ما تخرجش، في محابس كتير جدا في البرينيوم بتاعها سيكتر كده. كل دي الكنترول بتاعها النصر بتاعها والسنسور بتاعها موجود في البارا سنتر. يبقى العيان اللي يديله مرض في البارا سنتر هيتاثر على مين؟ هيتاثر على الليج من فوق والمنطقه اسمها برينيوم. اسمها ايه؟ برينيوم. عشان احنا هنروح ننسى في الساعه 7 الصبح فروح البيت يقول لك ايه هو البرينيوم؟ تقول له دي الانسجه الافلاني اللي تحت اوضه الكتاب فتحه الشرج والجينيتال اوردن كلها بتاعت اسمها برينيوم. قال له بارا سنتر بيجيله من موقع اسمه بارا سنتر بيحوط في بعض يعني قدامه وراه اللي قدامه موتور وش وراه دي نولات سنسوري ويدو جدا نقدر نروح على المنطقه اسمها بارا سنتر ريفيو موجوده على الاني سيرفس الميديا سيرفس. طبعا حصل طلبه شطار جميل قوي قوي ان البارا سنتر ريفيو ده هيبقى الجرنس بتاعها انتيرو سيرفا ارت ولا انتيرو سيرفا ارت مش هتبقى الابر بارت ده كمان من فوق. يعني لما انتيرو سيرفا ارت هتيجي جلطه فيه لما نبدا باذن الله ان شاء الله هنتفق ان هو يباوظ اللي هو الليمب كله والبرينيوم. ليه باوظ اللي هو الليمب كله والبرينيوم؟ قال له الدكتور لو انا بقى اللي بذاكره فاهمه الابر بارت هنا سايد والباقي الساعه ميديال سايد ليج او فود وبعدين السايد سنسيشن. ما هو البرينيوم؟ بيبقى اعراض الانسان اللي عنده ليجن في الانتيريور سيرفا ارتري اللي سبراي ميديال سايد بيطلع على اللاتر سايد يبقى دايما مأثر على انهي ليمب لما كده؟ قال له حد فاهم حاجه في الانسان؟ فاهمين او مش فاهمين مش فارقه كتير بس اتليست في منطقه اسمها بارا سنتر اللي اسمها ايه؟ بارا سنتر اللي اسمها ايه؟ بارا سنتر. وكلمه برينيوم كلمه برينيوم كلمه برينيوم هي الانسجه الاكلاني تحت. في ناس الكلام؟
نروح بعد نرجع تاني للمرحله التدريبيه. المرحله التدريبيه بتاعنا دي حته مهمه جدا جدا جدا. احنا من زمان بنصلي 10 كنا بنجيب فول فانكشن اريا دي بسمان. لكن احسن انا رايي انك تسوي الاحسن دلوقتي بقت بارتس. بارتس يعني ايه؟ اخش الاقي فرونت لوب مرحله لوب بقت سولف جدا او الاسئله الجديده التاليفيه دي، لان انت ده معناه مسدود بذات غير طبيعي، يا عارف يا مش عارف. طيب نرجع نقول مع بعض اللي ده مرحله لوب. ايه اللي موجود في مرحله لوب؟ السنتر سلك والورقه بالسنتر سلك ومنهم جارس اسمه بوت سنتر جارس. مين موجود في بوت سنتر جارس؟ ده مين سنسور اريا اللي هي اريا 3 1 2. الاريا دي بتستعمل السوماتيك سنسيشن الجنرال سوماتيك بتاعنا، السوماتيك اللي هي جايه من عضلاتك من جسمك من طاقتك تمام. الاريا دي الانسان ريبريزنتد فيها زي موتور اب سايد داون في راسك محتل ايه لور اند سير، وبعد كده يجي ترانك ابر ليب، وبعد كده ترانك والسايد واللور اللي يروح الناحيه الثانيه. الكلام ده وصل ولا مش وصل؟ تمام. انت هي بتستعمل سنسيشن مش عارف، انت بتدي لك سنسيشن مش عارف، يعني ايه؟ ضربتك زي خبطتك زي حرقتك زي ساعتك زي تاتش زي تطبط عليك كده. انا دول كلهم بيوصلوا هنا بس مش مفهومين. يبقى في حاجه اسمها سنسور اسوسيشن. يعني سنسور اسوسيشن هي بتحتل جزء كبير من البرايتال. طبعا الكتاب كتاب عام هو المفروض فوق بس كده السوبر برايتال فيو اريا نمره 5 اريا نمره 7، بس كتاب قال مش فاهم يعني مش عملي عشان ما تبقاش اسئله انت زادت مخك على كده. طبعا كتبوا بقيتها ده سنسيشن كمان قالوا هنا اليوديتري اللي هتسمعه ليه اللي ليها علاقه بيها اسوسيشن بتاع اليوديتري الكلام ده بنعمل دلوقتي وفيجن بس سيبوا لي انا سنسور بس. السنسيشن اللي انا بميزها بميزها بايه؟ في حاجه خدتوا حاجه اسمها تكتال ديسكريميشن تمام كمان ارجع كده العيان انا بحط ستيل جينيسيس خدت حاجه اسمها انا بحط ايدي بجيبي كده اختار المفتاح بحط ايدي كده كده اغير مطلع الايه البتاع ديت نسيت اسمها فلاش طلع ايدي كده ممكن اطلع فلوس اه دي فلوس طلعتها رقم شفتين كل ده عن طريق ستيل جينيسيس او اللي ايه كده تكتب ديسكريميشن تو بوينتس بتعمل بيها بايدك خدت حاجه زي كده ها؟ كل الكلام ده مين اللي بيميز الفكره؟ كمان ده تاتش هل هو ضربني؟ هل هو لسعني؟ اول حاجه صوت نسعه انما ده يكون في سنسيشن حصل في سنسيشن حصل انما ميز سنسيشن تبقى في نفس الكلام ده تكتب ديسكريميشن او اي حاجه من هذا او ستيب جينيس اتكتب اجنوزي اجنوزي يعني ايه بقى لو كده؟ اجنوزي يعني في الدم مش كمل تكتب اجنوزي يعني الدم مش هميز او تيريوجنوزيس برضه مش هتقدر تعمل الكلام ده تقول كل الاريا دي لو باظت الاريا يبقى ده لو عيان او سيلف انسكيوشن او ظبطت ان عيان ما بيقدرش يعمل ستيريوجنوزيس مش كده او تكتل اجنوزيا ما بيقدرش يبقى مين الاريا اللي بايظه؟ اللي هي اسوشيشن اريا مرايات اسوشيشن اريا اللي في بقيه المرايات اللو والادايلك من تسيب التربوتيف كاتبينهم كده مع بعض انما اتليست لو انا قلت معاكم يبقى سؤالي هقراه كويس جدا هل هو فائد السنسيشن ولا فائد الديسكريميشن بتاعتها مش كده؟ هل هو بيميزها ولا فائد ايه؟ يعني انا اي واحد فينا لمسته كده ولا بيحس بلمس وعارف كمان انها لمسه بسيطه لما لو خبطت قلم جامد طبعا نحس ان القلم ده كان شديد اللي بيميز هو اما ديت تحدد دي سنسيشن حصل بس ايه هي السنسيشن مش عارف يبقى انا عندي الاثنين دي دي حاجه مهمه جدا 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 اللي جاي اللي هي مين؟ الناس الصحية أكتر دي ها؟ إيه دي؟ رايت الكلمة دي جت رايت وإيه دي؟ ها؟ ما شاء الله والله ما في صح ولا فاهم اللي حاسس كنت مش عارف طب كلمة دي بقى قول يعني عارفينها؟ اللي عارفها عارفها مش عارفها انت حاجة تانية بيتعمل ده جزء من اللي انت فورم نيوكلس اللي انت بارت بتاع اللي انت فورم نيوكلس اسمه بيتعمل المهم لما ناخده كده كلمه جديده عليا بيتعمل ده يعني حاجه دارك دارك اريا كده البيتعمل بتاعنا دوت اللي هو جزء ده جزء من ممكن بعضنا لو ما تفتكرش اقول له بس فاهم ولا بتاعك عارف لما بيجي ده في الانسان بس بتشرف ايه هو بيتعمل ده هو من هذا القبيل ده اللي انا اقوله ده قصه ايه بقى؟ ان انا عندي اريا
the supramarginal gyrus. Small second speechy area of the target from vernix or foramen or small vernix. نبل أو نظر البيض برد في أريا هنا موجود معين كلمات المقروءة والمسموعة المقروءة والمسموعة الكلمات المقروءة والمسموعة يعني أي كلمة تقراها أو تسمعها أي كلمة تقراها أو تسمعها موجودة في الأريا دي اللي سكن سبيتش أريا بتاعت الخواجة برد الأريا دي إحنا دلوقتي كناس بنتعلم لأول مرة في حياتنا أي كلمة بسمعها بودني بتتنقل كذا كذا لغاية تروح الأريا دي الآية 41 42 ده صوت ده حاجة ده آية 41 42 سمع صوت مش عارفها هو ايه ايوه ايه على صوتي طيب انا بريد كده سمع كويس نرجع بقى كده يبقى ده الآية دي سمع حصل انا بريد يبقى انا عندي هنا كده تاني السوبر تمبر جارد بتاعنا السوبر تمبر جارد تتوسط الاريا اسمها ايديتور اريا بس ما بيعيش اريا 22 بتسمعي صوت نفسه الباب بيتفتح وصوت الانسان بيتكلم يبقى في فرق بين الاثنين اريا 44 اريا 40 اللي هي في الجانب ده اسمه سمع مجرى الجايروس بتقول لك ده واحد قال كذا يبقى كان انا تسلسل الاحداث بتاعتي انا بسمع اي حاجه في الدنيا بين 41 و 40 اللي يقول لي ده صوت كلاكسه عربيه او ده صوت انسان يتكلم يبقى اريا 22 اللي تقول معنى الكلام اللي قالته هي اريا 40 في نفس الكلام تسافرين انا دخلت واحد في الدرس دلوقتي ياباني اوعى كل حد فيكم يعرف ياباني في الفيديو كده دخلت واحد في الدرس وقلت له كلم الناس دي كل اللي قاعدين يقولوا ايه ده صوت كلاكس ولا طياره ماشيه في السماء ولا ده بني ادم بيتكلم بني ادم بيتكلم بس مش فاهمين منه ولا حاجه ده المسلسل التركي تقعد تسمع الناس بتتكلم وانت مش فاهم حاجه التركي ده تقول لي انا بسمع تركي على فكره بس لسه في الحمد لله الترجمه تحت يعني انما ان جنرال فلو جينا قلنا مع بعض ايا كان فينا واحد تسمع الكلام التركي فهيلاقي روحه مش فاهم حاجه خالص او ياباني وهذا نتيجه لانه ما اتعلموش انما انت عمرك ما تسمع صوت واحد بيتكلم تركي وتقول عليه ده حمار جناح مش تقول كده ابدا فيبقى دي اصوات مرتبه بدل السنه بسمع بقلي 41 42 بيقولوا ده صوت الحق ده احنا سمعنا حاجه 22 تميزه ده عربيه اتقفلت ده كلاكس بيت لا ده انسان بيتكلم طب اسالوا بقى الكلام ده الكلام لو جيت كتبت كلمه كتبت كلمه على البورد كلمه على البورد بتاعتي ديت لو جينا مع بعض انت برضو مين اللي هيقول لك معناها هي ايه كم كام ايه ايه بعد ما انت الاريا دي سمعتها يبقى الاريا دي لو باظت الكلام ترجع تاني مستوى عادي خالص تلاقي جدا 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 عشان في ناس لما يجي له جلطه باظت الاريا دي كل الميموري بتاع الكلمات باظت يقول لك انا مش عارف الكلام كله ضاع انا كنت بقرا كويس قوي زمان وما بقتش فاهم حاجه خالص بيتقلل دلوقتي الاريا دي هتبقى بتفرمولت السينكينج بتاعك التفكير انا دلوقتي عايز اقول لكم ان احنا بنشرح نيورو انا ممكن افكر وعايز اقول لكم الفكره دي طب مين اللي نطق الكلام ده الاريا اللي هي اريا 44 اسمها بروكس موسس تشيب مين اللي اخذ افكارك وخلاها كلمات وبعتها بالتراكت دي هي اريا دي يبقى اي صوت اي تفكير انت فكرت فيه وعايز تديله كلمات تعبر بيها عن نفسك مش كده لا هي الاريا دي طبقتها وطلعت منها الاوامر الاريا مين اللي موجود هنا دي اريا 40 اريا 40 انت اللاركس اتفتح والانتنج الشم اريا دي موتور اكتيفيتي مش كده لا انا قاعد في مكان عايز اكسر عماره اكسر عماره مش هبدا بره انا مش كسر بجيب عماره اقول كسر مش كده يبقى انا صاحب الفكره صاحب الفكره اريا 40 لما مين ينفذ اريا مين لما كده 44 اللي خلت اللبس تتكلم وتنطق وتنطق يبقى لما اجي اسال سؤال اي واحد فينا عنده افيزيا ثانيه اسمها سنسور افيزيا سنسور افيزيا دي عدم القدره على نطق الكلام بالرغم ان هو ما عندوش موتور بارز واريا بروكس سليمه بس هو عنده مشكله في الاريا اللي بتطلع كلام الوايس مش كده لا الاريا دي عندها ثانيه حاجه ثانيه في الموتور افيزيا دي الفقره الثانيه اللي ممكن تنزل معلومات غلط وتروح الاريا 44 اريا 44 تبدا تتكلم يبقى مره ثانيه اريا 40 بدات تفكر تفكيرها بايظ بعد اشارات غلط لاريا 40 اريا 40 نطقت اللي جالها طيب انا هسالكم سؤال كده لو انا قلت ده ايه ده دي تفاحه لا 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 ده انا ايه اللي خلينا غير كده تاني انا قلت ايه ده ايه ده ايه ده دي تفاحه لا لا ده القلم اكيد انا قلت على ده تفاحه انا الكلمه وصلت في ودني وانا شايف الصوره دي مش تفاحه مين اللي استقبل الكلمه وقال لي انت نطقت غلط هنا كده الاريا دي
فبتصرف على اولادك يستحيل يعني اي واحد فينا كتير جدا جدا يجي يقول لواحد يا محمد لا 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 انت محمود يا راجل بهرج معاك. طب هو انت ازاي صلحت الكلام ده مع كده؟ انت نطقت غلط اشارات خاطئه. لو كان لو مش صدفه يعني اشارات الخاطئه دي انت بتفهمها وتروح الاريا كده تقول لك لا ده مش فلان ده حاجه ثانيه او اي حاجه في الدنيا كده. طب واحد بقى عنده ايه ديفايس وعمال يطلع اشارات غلط وانت عمال تنطق غلط هتصلح كلامك؟ انا قاعد دلوقتي معاكم اريا دي اسمها اريا كام؟ فيها معاني كلمات المقروء او المسموع متخزنه، معاني كلمات المقروء او المسموع متخزنه اللي انا اتعلمته الديكشنري بتاعي كله في الاريا. خلاص انا عايز اقول كلام، مين اللي هتصدر الكلام دوت اللي هنطقه دلوقتي؟ عشان مين اللي تنظم العضلات الاريا دي؟ لو دي باظت وبدا الكلام اسمها سنسور افيزيا، لو دي باظت تبقى في حاجه اسمها موتور افيزيا، دي بتصدر اوامر صح بس دي مش عارفه تطبقها، او دي بتطبق معلومات غلط او مش عارفه تطبق حاجه، يبقى انا بتكلم بطريقتين. مخزن الكلمات فين؟ انا بس كده ولا سؤال؟ لو عندي درجه لورا تقريبا نمط الدرجه لورا ده اسمه خصي. وش عندي سركس؟ لقينا عندنا مين ده اولاد؟ مسلم. ولقينا ده سوبرا مارجنال وهنا في انجل. ايه اللي موجود هنا؟ اريابتين. ايه وظيفه اريابتين؟ ترتين معاني البيزك خالص الطلبه الجايه ترتين معاني الكلمات المكتوبه والمقروءه. خلاص كلمه رايت مخزنه هنا، كلمه فول مخزنه هنا، كلمه فول مخزنه. يبقى اي كلمه اتعلمتها في حياتك مخزنها فين؟ اريابتين. عايز انطق اريابتين دي عشان اقول فور او فور هتعمل ايه؟ اريا 40 تنطق يتبعك اللي بينطق. مين اللي بينطق؟ ها؟ بروكت تمام حاكم فيليب. خلاص الاريا دي باظت. هل هقدر انطق كلام سليم ولا كلام بايظ؟ انت مش عارف اصلا. لا ممكن تبعت اشارات غلط مش كده؟ لا في نوع كده يا اما تنطق كلام غلط يا اما ما بتعرفش. دي بيسموها سنسوري افيزيا. سميها سنسوري ايه؟ ايوه بعد كده اقول لك ده سنسور ايه؟ افيزي. سنسور ايه؟ افيزي. يبقى انا عايز اسال سؤال، اريا 40 باظت، ايه مشكله العيال اللي عنده اريا 40 باظت؟ الكلام اللي مخزنه في دماغه ما بقاش مخزن، ده واحد. اثنين هو مش عارف ان بايظ المخزن مش بايظ، عايز كلام هي تصدر اشارات غلط، اشارات بتروح الاريا دي تنطق كلام غلط. يبقى انا عندي في سنسور افيزي، سنسور ايه؟ افيزي، سنسور ايه؟ افيزي، مش معايا. طيب اللي جاي بقى تاني اريا بي دي فيها الكلمات اللي متخزنه المقروءه والمسموعه. اللي انت قلت عليه احمد ونط معاك اريا اريا 21 اريا 41 42 دي قالت لك ان في صوت. اللي قالت لك ان صوت انسان مش حمار وكلب اريا 22. اللي هيقول لك الكلمه اللي متخزنه اريا كام لما كده؟ 40. يبقى لما اجي اقول في كلاكس عربيه ضربت او خط على البيت، الخط اللي بعمله ده على البيت مين اللي سمعته؟ اريا 41 ضربت قال ده صوت. طب مين اللي قال ده خط على الباب بقى او جرس الباب؟ 22 خلص على كده. قال لا ده انت سمعتني بتكلم. سمعتني يبقى اريا 41 ضربت. ده انسان بيتكلم يبقى اريا ايه؟ 22. طب والمعاني الكلام اللي قالها ايه؟ في اريا 40. الكلام ده وصل ولا مش وصل؟ ده التسلسل اللي احنا عايشين بيه. ده بالنسبه للاريا كامله ومع كده اولاد. هل في واحد جاهل جاهل ما اتعلمش القرايه بتاعته تقول له هات 3 جنيه يديك 3 جنيه؟ عارف 3 جنيه؟ عادي يعني هات اي واحد في الشارع جاهل وقول له هات 100 جنيه وهو جاهل ما بيتكلمش عارف هياخد ايه؟ هو عارف. طيب انا هكتب لك بقى الجاهل ده ما بيعرفش يقرا. لو كتبت له كده مثلا سنين هيعرف يقرا؟ كل الحروف والارقام اللي اتعلمتها موجوده في الانجلر جاير اللي بيسموها في ايه سكند الوردكس اري اللي هي 40 امتدادها 40 بس اري 40 اللي موجوده هنا اللي امتدادها ايه على فكره بتاعت 39 اللي بقت ايه سكند سبيتش اريا بتاعت ورنك بقت ورنكس اري بس دي بقت ايه؟ للكلمات للحروف المكتوبه للحروف
الحروف الحروف المكتوبه والارقام المكتوبه. يبقى بالتالي لما اجي اسال سؤال انا بقرا كلمه ازاي؟ لما اجي اسال سؤال كلمه دي ده حرف دم وده حرف ار وده حرف ار وده حرف تي وده حرف تي. هل الجهل يعرف؟ فمش عارف يعرف. انما هو رايت بيعرفها او بالعربي بقى اي كلمه وعارف معناها ايه بيخزنها في 40 بتاعه. طب اجي اسال بس يعني انت لما باجي اشوف اي كلمه مكتوبه مين اللي بتقول لي الحروف ومين اللي بتقول لي الكلمه بقى؟ 39 تقول لي الدبليو جنبها ار اي جنبها ار تي جنبها كده صح كام؟ الكلمه دي على بعضها متخزنه في قريه كامله كده 40. طب لو دي بطل العيان بيحصل له لص يا جماعه اجرافيا اتلي ا واتوائي اليكسيا 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 ما يعرفش واجرافيا ما يعرفش. يبقى اليكسيا واجرافيا بتوعنا الاثنين دول في حاجه كمان اسمها كالكوليا ما يعرفش كالكوليت. المهم لما اليكسيا دي ما يعرفش هو شايف الحرف كان تعلمه زمان ما بقاش حرف هو ده زي بالظبط انا بعمل كده معاك في ايدي. في كتاب بيكتبوها كده الصيني والياباني. انت عارف صيني وياباني انت ما تقراها ليه ما قريتهاش؟ ما عندكش في ايه 36 مانع في حروف الكاف لو انت عارف ده كله على بعضه كده البيعه دي كده على بعضها حروف الصين مش كده لا لو ما تقدرش تقراها. انا عايز اسلسل الموضوع في دماغك ايه 40 وايه 36 ايه الوظيفه بتاعتهم؟ 39 حروف وكلمات وارقام بس مش كده لا ما تعرفش تلمهم على بعض تبعتهم ال 40 40 تقول لك الكلمه دي كذا. الكلمة بيو تام اللي حبيتها اختبرتهم بيها في سلطة أرتنا أنا شفتها بعلا شفت بيو جنبها يو جنبها تي وجنبها سنة 40 لكن ما عندهاش كلمة زي كده أنت مش بتخسر حاجة عن ذلك. فأدي الحروف الأولى لصاحب ما نقلها دي تقول له ما نقلها بعد كذا أي حاجة جديدة في حياتك قال أسأل بقى سؤال إيه الفرق بين إريا 40 وإريا 39؟ 39 دي الحروف والأرقام 40 الكلمة على بعضها. ايه الفرق بينك وبين اللي ما تعلمش يقرا كده؟ ايه الفرق بيني وبين اللي ما تعلمش يقرا كده؟ انت وهو زي الاثنين لو قلت لك انت 3 جنيه تطلع 3 جنيه هي بقت متخزنه في عنده الاريا دي بنفس اللقب مش محتاجه حاجه ثانيه. فبالتالي الاريا بتاعتها بتفترق بتختلف وظائفها. يبقى العيان اللي عنده اريا 39 بايسر لو كتبت له اي حاجه مش عارف يقرا حتى لو كان بيقرا قبل ولو قلت له اكتب اي حاجه مش عارف يكتبها. في هذا الكلام ده التسلسل بتاع الاريا دي. اقول بقى تاني ايه اللي موجود في البراتن؟ براتن في سنتر ساركس ورا ساركس اسمه سنتر ساركس فينو جالس اسمه سنتر جالس اللي هو مين سنتر اريا اللي هي 23 اللي الانسان بريزنتد ابسايد داون بتعمل سوماتيك سنسيشن بتاعت الاذر سايد بتاع الجسم. والاريا ديت على فكره بتشارك في البيراميد انتراكت بنسبة 20%. ادوني بس لحظة عشان ارد على الحتة دي. قالوا طب الاريا انت هنا ريبريزنت في السنسور اريا ازاي؟ ابسايد داون راسك تحت وبعد كده هيجي الهاند والفوق وكده واخر حاجة السايد والليج والفوت على اي ناحية ميديا سايد بارا سنتر. الاريا دي بتستعمل سنسيشن تميزها بتستعمل سنسيشن بس المترجم فرايات الاسوسيشن اريا بقية الفرايات له. طب الاريا دي اللي بتميز دي انا حسيت دي ده تمام تمام. فاحنا في الثلاثة كنا بنسميهم اريا 5 و7 وموجودين في السوبير بارايتال ريفيو بس كتاب بقى مش كاتب وخلصت على كده. قالوا طب عندنا في اريا ثانية قالوا اه انت خدت الاريا اللي تحت اسمها انفيرو بارايتال ريفيو قلت نهاية البوستيريور ريمس في سوبرا مارجن جارس ونهاية السوبير تيبر في جارس ثاني اسمه انجلر جارس قلت دوت تبقى سكند سبيتش اريا بتاعت خارج اسمه ورني او فيرني ودي بقيت السكند سبيتش دي اريا 40 ودي اريا 39. ايه اللي موجود في اريا 40 وايه اللي موجود في اريا 39؟ اريا 39 دي اللي قعدوا من اولى ابتدائي عليهم يخزنوا فيها ده حرف A وده B وده C وده D وده كلام من ده ولا يعلموك ابن الكلمه دي على بعضها خمس حروف كلمه تخزنها في 40 كلمه تخزنها في 40 كلمه تخزنها في 40. الحروف في بعض لما اقول رقم 3 ده 3 ده مكتوب كده كان 3 مش كده لا او اكتب بالانجليزي كده 3 الاثنين دي كلمات انت مخزنها في اريا كامله بعد كده اريا حروف نفسها الكتابه دي في 39 انما 40 هي اللي ده بس انا عايز بس افرق بين حاجتين واحد جاهل واحد متعلم. هل الاثنين لو قلت لهم دي 3 جنيه تطلع 3 جنيه اليوم؟ اه
هل دي لو كتبت له 3 جنيه هيطلعهم منه؟ آه مين اللي طلعهم منه؟ المتعلم، لانه عنده اريا مين اللي شغاله؟ اريا 39، فاهمين كده؟ يبقى الفرق بين 39 دي معتمده على الفيجن، على رؤيه الكلام، في نفس الكلام انما اريا 40 على الفيجن وكمان على مين الهيرنج بتاعها. ده بالنسبه لاني لون لما كده تمر البرد. قبل ما في تقسيم التدوب حاجه تقدر غير جدا اللي هي عباره عن مين؟ ايوه 39 ازاي الكلمه ديت لو انت ما ذكرتش النيورو حتى بكلمه دي. ده حرف مين؟ جنب يو جنب تي جنب ام جنب ف مش عارف هي ايه؟ يعني انت تقعد بتقعد اي كلمه اقول هو بنقراها يعني اي واحد فينا قرا كلمه غريبه في حياته اسماء الممثلين ولا المغنيين راح بيقرا هذا اتش ار مش عارف كام بيت نطق مش فاهم ولا لا بنسب قبيل يعني لو انا عندي فاردين الماده موجوده لو عارفه انت بتعمل جزء من اللي فور نيوكليس ولا دارك انكريتش انا هعرفها هنبتدي نسيبكم تعرفوا جروب بس بدل تستني؟ ما شاء الله نفسي الاخر في المدى يكون اكيد احنا لازم نتفرج على بعض استنى بقى طيب كلمة غريبة جدا جدا بعد كده ولاد قالوا نسبة التكييف أو العادي أنا بلاد اللي أبص يا تعالي هنا قدام مش تكييف أنا هنا مفيش تكييف يا صابر يا العجيز أنا بلاد ما أنا جاي عايزين نخرج بقى من اللي جاي لو أنا قلت عندي هنا جبنا في لوب أنا هقول لكم حاجة بس أخلصها مرة وبعد كده أقول لكم قصة مرة ظريفة أوي لو حد فينا قال لي ده كروسترام الجينوم بادي سبرين بتاع سارس هنا كان عندنا في السيركس اسمه كاللوزر الكوكمبر عندنا سيركس اسمه سنجولين كالكراين بص كالكراين كده براين توكسين اللي هنا ده مين ده ولاد كالكراين ده اسمه ايه؟ بص كده ايه مكرونه بس حتى في البريمت اللي انا بعرف كده اللي هنا ده كان جالس اسمه لينجوال وده كان اسمه كينيوس ده لينجوال وده اسمه كينيوس عندنا في اريا 17 واريا 18 واريا 9 دول بتوع الفيديو هي 17 هي البرايمري فيجوال ايرن برايمري فيجوال ايرن برايمري فيجوال ايرن دي موجوده على الليست بتاع بص كابكار سابس يعني فوق وتحت يعني موجوده في كينيوس والليمي يبقى عندنا تو فيجوال اريا اسمها اريا 17 اريا 17 دي مسؤوله عن الفيجوال مسؤوله عن مين؟ البلد انا اي واحد فيها بيشوف يشوف اريا 17 يشوف بقى ويميز بايه؟ 18 19 18 19 بيحوطوا الايرن حواليها كده 18 وحواليها 19 يبقى انا بقى اسال سؤال الفيجوال اريا بتاعتها موجوده في اللوب اللي اسمه سيبيتال موجوده عند السيركس اسمه بوست كالكار حواليه مباشره اريا 17 في اللبس بتاعه ودي ترتد بتو جايرال جينيس ونين حواليها اريا ثانيه حواليها كده من بره اريا 18 وحواليها اريا مين بقى كده 19 18 19 بنسميها فيجوال اسوشيشن اريا فيجوال اسوشيشن اريا دي بترجم اللي انت بتشوف ايه ده؟ قلم وايه ده؟ موبايل لو من 20 سنه انا طلعت ده من سكته كان اغلب الناس هتقول ده كان تليفون كده وش بلاش 25 سنه يعني كان سنه 1995 في مباراه كان كل اللي نعرفه حاجه زي مسكه كده زي معاه كالكوليتر جاب كالكوليتر جديد يعني حاجه جديد انما دلوقتي احنا بنمسكه ده موبايل انت بتخزن يبقى انا عايز اقول ان انا اي حاجه بشوفها في عينيا لاول مره في حياتي اول مره في حياتي كده اول ما بتشوفها ايه ده؟ انا شفتها بعيني بقالي كامله مع كده 17 اخزن معناها فين بقى لما كده 18 19 يبقى اي تمرين 18 19 يعني بص 18 19 هتشوف الحاجات وترجع مش عارف ايه دي مش كده لا دي رباط لو بطل بقى 17 يبقى في الكيب لاين ما تشوفش في حاجة كلمة مكتوبة اسمها ماكيولار سبير، تعرف حاجة اسمها الماكيولار؟ خدت حاجة كده؟ ها؟ في الايه؟
اللي احسن رؤيه للرؤيه التلفزيونيه اللي بتستخدمها كده اسال بس ايه المكره الدنيا المكره بتتعصب طبعا حاطين سيرفس غريبه جدا كده السيرفس كده معاكم ما اعرفش لو خدت فيديو بجد هنشوف تقولوا لي ايه في الصوره دي لو في اي بول طبعا ودي بخاطريه بتاعته ودي اي بول ثانيه ودي بول ثانيه الريتنا هنا مليانه رود وكود رود وكود الناحية دي اسمها نيزل سايت والناحية دي اسمها تمبرال سايت نيزل وتمبرال الاكسون بتاع دي تتجمع تبقى نيرفس اوبتيك نيرف والاكسون بتاع دي تعمل نيرفس اوبتيك الاوبتيك نيرف لما بيخش السكال بيعمل كروسنج بس الميديال فايبر بس الباية بتروح للاتر سايت بتعمل حاجة اسمها اوبتيك كامل اما اللاتر فايبر ما بتعملش دي بس اوبتيك تراكت اوبتيك تراكت ده بيكون حاجة اسمها لاتر جينيفيلد بادي واللاتر جينيفيلد بادي بتعملها فيجوال راديشن اريا 17 يبقى انا عايز اقول القصه دي لو كنت بتحط صوت يبقى كويس ما تختارش تسمعه يبقى انت بتسمعه عين اي واحد فينا الريتنا بتاعتها بتتقسم سايد ميديا وسايد الميديا بتاعتها بتسمى نيزل سايد قريبه من النص والتي بتسمى تمبر سايد قريبه من التمبر بول تمام الاوبتيك نيرف بيطلع من الاي بول معمول باكسون جاي من هنا واكسون جاي من هنا متوافقين لما جينا عند الكاز بنحسبه يبقى جديد بارشال كروسنج مش كومبليت كروسنج بارشال كروسنج للفايبر اللي جاي من النود اما كومبليت كروسنج لا التبر ما عملش كروس التراكت اللي جاي دوت يبقى اسمه اوبتيك تراك الاوبتيك تراك في الحاله دي بس السؤال جاي فيجن دي ها بتاني ده الاسم ذاكر طبعا الضوء بيمشي بخطوط معوجه وخطوط ستريت الضوء لاين ستريت لاين ما فيش حاجه ضوء كده ما فيش ستريت قال انت عايز تقول الفيلد ده الناحيه دي لما سبت نص دي الفيلد دوت مين اللي استقبل الصوره بتاعته؟ الضوء ده جاي من انا واقف كده البورد اهو البورد اهو البورد ده خط خط في النص كده وبتبص عليه بقى لينك الاثنين مين اللي استقبل الصوره من البورد ده بقى لو استقبل؟ قال بص انت الضوء لو حطيت الخط المتصل ده الناحيه دي الاشعه اللي جايه منها بتستقبلها دي بتستقبلها والعكس بقى لو حد فاهم حاجه بس فاهم جدا 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 يبقى الصوره اللي انت بتشوفها بقى كده قدامك الاشعه اللي جايه كده من حد سامحني الفايبر دي اسمها تمبرال فايبر بتستقبل من الاوبوزيت سايد تمام والنيزل سايد من النيزل فايبر من السيم سايد بالعكس بالعكس يعني انت بقى تفهم فاهم ربنا وربنا اللي موجود ان التراكس اللي جاي من هنا والتراكس اللي جاي هنا هم الاكشن هم اللي عملوا الاوبتيك يبقى الوقت التراكت ده جاي فيجن من انهي ناحيه بقى الوقت الوقت التراكت الشمال يبقى من ناحيه ايه لما كده اليمين اليمين من ناحيه الشمال كام توصل ولا مش واصل مش واصل اسال بس سؤال انا عندي هنا التنفيذ بتاع الفيجن بتاعي الضوء جاي من الفيلد ماشي سيلف فورم دخل ده مين اللي هيستقبل الضوء اللي جاي من ناحيه انا واقف كده الصوره داخله عيني الأشعة اللي جاية من الضوء من ناحية الأرض الضوء اللي جاي من الأرض الأشعة اللي أنا بشوفها بشوف الأرض مين اللي مستقبلها فين؟ أنا ناحية منين؟ الناحية دي في العين ديت ولا الناحية دي؟ الناحية صح والناحية دي في العين دي ناحية ولا الناحية دي؟ أنا واقف بقى ناحية كده مين اللي مستقبل صورة الأرض؟ دي؟ دي ولا دي؟ طيب هو في العين دي اللي برا خلاص يبقى صوره الارض هيستقبلها مين؟ النزل بتاع العين اللي على تحت الارض والتمر اللي على تحت كده برضه لا الضوء ده رجعت عليه الاوبتيك نيرف الاوبتيك نيرف اللي رجع ده الفايبر بتاعت النزل دي عدت للناحيه الثانيه والتمر ما وردش عملنا تراكت اسمه اوبتيك تراكت الاوبتيك تراكت جاب الصوره للناحيه الثانيه ويروح على التلفزيون تاني ويروح للوب اللي هنا اللوب اللي هنا بقى يبقى جاب الفيز التاني مش كده؟ بالعكس بالعكس انا لو جالي شغل في اللوب ده يحصل لي ايه؟ ابسي لتر ولا كونترا لتر؟ الاثنين؟ ايه؟ لا نص البيجا ماليش دعوه بالجل العكس جاء العكس واحد جاله هارت بوظت في اريا 17 من هنا يحصل له ايه بقى؟ عمى ها؟ قمة الحالة ليه قمة السايد بقى لما كده؟ تاني الاوبتيك نيرف تلاقيني ما بقولهاش حاجة أي واحد فينا فاهم في الصورة دي مش حاطط في الصورة دي طب اسال سؤال بقى انا هنا واقفه كده اي بقى السؤالات دي يا يارا عامله كده وانا ببص بين الفيجن اللي جاي من الناحيه دي او الناحيه دي الناحيه دي
مين اللي سأل الصورة دلوقتي من الحياة دي؟ قال دكتور انيكو اكيد. هل الصورة بتاع دي هتخش كده فرندي ولا السوشيال ميديا نزل؟ يبقى نزل بتاع دي وتبر. طب ايه اللي حصل؟ خلاص احنا بقينا متقين ان الصورة دي استقبلتها الناحية دي ونفس الحمد لله دي. النزل دي وتبر دي استقبلت الصورة. طيب ما ينفعش افرقها. النزل دي عدت للحتة التبرمات عملنا تريك اسمه التريك ده قمت كتاب اروح لجسم اسمه لاتر التبرمات تبعت الفيديو ارسم 17 ناحيه يبقى 17 دي خدت فيك من انهي ناحيه ولا كده سيب سايد ولا اوبزيت سايد اوبزيت سايد تمام يبقى كده ده باظت يبقى في كونتر لاتر منوبيا كونتر لاتر منوبيا يعني ايه عمل نصفي بس على انهي ناحيه اوبزيت سايد كان بيكتب ماكيولار سبير ماكيولار سبير يعني الماكيولا متحصله حطوا سيرة غريبة جدا ومحد كتب كبيرة بتقول ما فيش تعليل في بتقول ان الماكيولا اللي هي نص الريتنا اللي هي احسن نقطة للفيجن بتبعت البوس ايز يعني بيطلع منها صورة في ناس ثانية بتقول سيرة غريبة او هي رأيهم الاكثر ان المنطقة اللي بتستقبل في الماكيولا في البرين المنطقة اللي في الماكيولا بتاعت البرين دبل نيرفز دبل بلاد سبلاي من ارت اسمه بوستير سيرف ارتي وميدل سيرف ارتي فبالتالي يجوا القفل واحد التاني شغال فصعب قوي ان الديفرنت دي يبقى مرة تانية في حاجة اسمها الماكيولا والماكيولا دي بويس بوينت بتاعت الفيجن في الهايبو في الريتنا او الاريا دي الاريا بتبعت السنسيشن بتاعتها الاريا 17 تمام طب الحته دي بقى من اريا 17 بتاخد بلس سبلاي من انهي ارتري من ارتس موستير سيرفر ارتري ارتس ميدل سيرفر ارتري فدبل بلس سبلاي وبالتالي لما تقفل واحد ما تبصرش قوي خلاص انا بشوف اللون ده احمر لو بقى الاريا بقى اللي حوالين دي طبعا لو اريا 18 19 باظ ترجع مره ثانيه تشوف الحته ده ايه ده مش عارف ايه بس انا حاجه شفتها ده ايه دي في الصوابع لا مش عارف دي صوابع 17 18 برضه بينتج معاهم حاجه اسمها كلر بلايند استنى ايه معنى كلر بلايند يبقى عمى يبقى اللون ده وده اللون حسب بس سؤال ايه الاريا اللي موجوده في سيب التلوج نفسي اقول حاجه بقى مسلسله مع بعض كنت بمتحن فيها طبقه ماجستير عندها في كلية قريب أوي وشوفوا انتوا بتقولوا بيها أكتر منهم ولا هما؟ إيه أريا 17؟ دي موجودة عند اللبس بتاع سانكاس اسمه بوست كارفانسا والأريا دي بتسمي إيه؟ فيجن بتاخدوا منين لو مع كده من أوبن السعيد بتاعك مش كده ولا لأ؟ طبعا هنا شوف إبداع ربنا في الخلق الطبيعي أي نرد بتكروس جه في الأوضة كده ما بقاش كروس كله مش كده لأ برشا برشا دي يعني لوحدها تخلي الكفرة واللي ما بيذاكرش ما عرفش ربنا لازم يؤمن ببرشا الفرصة الدور ان الفرص مش كامل وان الفرص كامل دي كانت الدنيا بقت لغبيط ارجع اسال سؤال لو حصل ايه 18 19 تمييز الالوان تمييز اللي انت شايفه دي كوبايه ده تليفون ده موبايل ده كتاب ده قلم ده واحد بيحرك كام من ديال اسال بقى سؤال اللي جاوب يدفع 50 جنيه يدفع ايه جو قول لي بقى انت شفت فايف ازاي اولا انت شفت حاجه مكتوبه اريا 17 كابل زي مكون الكوبايه اه 17 شافتها قالت لك لا دي حاجه قالوا 18 19 ايه دي قالوا دي حروف قالوا اريا 39 من الحروف دي قالوا دي اف اي دي اي قالوا 40 من دي قالوا دي فايف شوف انت عملت الكلام ده في لحظة عشان تعرف ربنا فين مش فاهم لا فانت في لحظة استخدمت كل الاريا دي في مخك اللي انت شفت في 17 و18 19 اريا 39 ترجمت ايه معنى الحروف؟ 40 حطيتهم على بعضهم عارفين انا فاكر هل الكلام ده وصل ولا مش وصل؟ طيب يبقى لازم ايه يبقى انت بتشوف الاريا كام لما كده 17 18 19 بترجم اللي انت شفته. شوف بقى ايه؟ طب بس ايه اللي انا عملت كده؟ على سبيل المثال ايه ده؟ مربع يعني انت تشوف بتاع 17 تقول لك ده ايه ده؟ ده مربع خلاص فكك كده. مش كل حاجه غريبه. لما لو كتبت كلمه سكوير كده عملت كده زي ما هي قالت سكوير يبقى ايه بقى؟ ايه اللي حصل؟ شفتها بالجسر 17 انت جا حاجة 18 19 قالت ده حروف 39 ده اس كيو ار اي مش كده 40 ده سكوير انت فاكرها كده جاي لما تشوف رابع هيقول عليهم رابع يعني لو كتبت سكوير مش هتقول
17 شرط حاجة انتم بتصل 19 اذن ربنا وجعنا كلهم يعرفوه طبعا يعني اي واحد بتشتريه في الحمار لما ركبت دونكي ومش عارف انت كانت ايه في هذا الكلام يبقى دي اريا كاملة معايا؟ طب احنا نطقناها هي البروكز اريا؟ لو انا نطقتها قلت له دونكي هيفهمها الحمار الجاهل على راسي لو اسمحها اريا 40 واريا 40 هتقول له كامل مش هنستعمل اريا 44؟ لو بنستعمل اريا 44 هو بين تقيم انا لو قلت دونكي دلوقتي انا طقطق اريا كام 44 وانت هتسمعها اريا 40 41 اسمعها الاول اريا 41 22 هتقول لي دي كلمه 40 ترد عليها دي كلمه دونكي معايا عمليه مركبه على بعض يعني ايه الفرق بيننا وبين الجهله اريا 39 بيننا وبين الجهله اللي ما تعلمش قرايه وكتابه هي اريا كام من كده 39 وانت تفرق بيننا وبين يبقى لما اجي اسال سؤال تاني للناس الصافيه دي الفانكشن اريا اللي عاملين في حاجه بقى في فرنتال اي في الناس الصافيه في ايه اللي كده من لو ده سنترال ده في سنترال سوبيريور فرنتال انفيريور فرنتال اريا دي اربعه اللي هي بيراميدال اريا ودي بري موتور اريا اريا سته وده بوستيريور بارت بتاع ميدل فرنتال اي في اريا 8 وحركه تريل في حاجه اسمها اوكسيبيتال اي في اوكسيبيتال اي فيلد بتاعنا دوت موجود في السكند فيجوال اريا اللي هي اريا 17 انا عامل حاجه غريبه جدا بس ما حدش صدق مش كده لا ايه ده ايه اللي حصل بقى كده دلوقتي انت اوبريجيت اللي تتبعت القلم انما لو انا ماشي في الاوضه كده وانا بصوا هتتبعني يبقى كنت جيت ممكن تلاقيني اما ريفلكس وتبقى مكاني اللي هي اوكسيبيتال اي في اما لو هنا في فرنتال اي في ده اللي انت عايزه كده يبقى في اثنين اي في واحد انت لما شفت نوع واحده لقيت حاجه ثانيه بصيت عليها كده انت مركز انت فاجئتك الموضوع اللي بيحصل ده في الدنيا يعني حد بيبقى عليه حاجه انت بتبص لها كده الحاجه يبقى في فرق كل اوبجكت في فرق انا قاعد كده وعايز اشوف الخطوه بيوصل رايح ومضحك جاي بتضحك عليا راح انت مركز بقى دي ده اللي تعمله اري كونتريت موفمنت دي بتاع اريا اسمها فرنتال اي في اما لو انت هتعملها ريفلكسي انت مش يعني مشكله انا قاعد وانا بواحده لقيت القلم ده طالع كده يعني اختار التعليم مش كده لا انت مش شغال في فرونت اي في مش كده ده ريفلكس ولا هتعمل حاجه اسمها ايه لما كده اوكسيدي تاب اي في اسمها ايه اوكسيدي في حاجه اسمها اوكسيدي تاب اي في حاجه اسمها فرونت تاب اي في طب تاني انت قلت ايه كده هو عامل ايه طب انا قاعد دلوقتي كده انت بتتفرج على ماتش كوره هل انت مشجع ماتش كوره ولا انت بتتفرج على الكرة بتعمل ايه؟ ايه يا كنت جيت من بتاع مين اللي عامل كنت جيت مين اللي كنترول عليه دول؟ فرنتال اي في ايوه كان الفرنتال اي في في القلة ولا في الريد يا سيدي؟ يلا دي فرنتال اي في بتاع سيدي ايوه الايه؟ اللي هي 17 18 فيهم بقى السكن بس عارفين ايه التجربه دي يعني مش سهله يعني يعني مثلا 10 15 سنه ليه يعني هو التجربه في الاستاد اللي هو اوكسيبيتال اي في دي اوكسيبيتال اي في دي موجوده في سكند فيجوال اريا بيقولوا دي الريفلكس الكونجيجيت موف اللي انا بعته القلم ده صدفه مش كده لا وانتوا قاعدين وقت كده الناس بدات تبص ايه الطرف الاول ده هل انا ما فكرتش في جهل الموهبه دي قالوا ليه في حاجه اسمها فرونتال اي في اوكسيبيتال اي في الناس اللي تتولد وهي بكمة ما تتكلم بكمة؟ أيوة يكون خربان عندهم بروكس ولا 40؟ بكمة هي مبشلين؟ وبرضه تسمع؟ ولا بتسمع؟ ما أدري هم يمكن يسمعوا ولا لا ودائما الأبكم ما يسمع طيب السبيتش أريا هي اللي خربانة ولا 40 اللي تتعبانين؟ هنا بيسمع فارغ الكلمة يعني العيل دوت اللي عنده ديفنتيزم دوت اللي يتولد لا بيسمع ولا بيتكلم الاثنين اريا دول قاربين طبعا هي كده السبب يعني ارجع اسال بقى سؤال تاني يبقى في حاجه اسمها اوكسيبيتال اي في في فرونت اوف اي في ايه الفرق بين الاثنين؟ بتحسبه كونجيجيت موفمنت بس كونجيجيت موفمنت اللي بتعملها واحده اراديه والثانيه ايه لما كده ريفلكس يبقى لو جيت اسال سؤال تاني قالوا في الكوره اروع قاعد اسال سؤال انا قاعد ومسك القلم ده كده بدأت اتحرك كده واقرب من كده في الدرس وجيت تاني كده واقرب من كده في الدرس وجبت كده تاني
طبعا يا من زمان عمال تبص عليه وحسبتين تبتدي على الرمان ده ضعيف فيه. انما لو جيت رميت القلم بالصدفه كده يعني غصب عنك اتصرفت معاه يبقى مين اللي بيعملها دي لما كده اللي هي اكسيبيتال اي كيد. في اي كيد اكسيبيتال اي كيد الفراد اللي دي بيعملوا كونجيت موف بس واحده ريفلكسي واحده مين لما كده انت عايز تعمل انا بقى قاعد بتابع واحد بيشرح لي بستخدم انهي اي كيد in front that I feel occipital I feel دول الاثنين مطلوبين لنا حاجه اسمها كونجيت موفمنت بتاع العين in front that I feel بتاع امتى والاوكسيبيتال I feel بتاع امتى بقى front that I feel ده انا ايه مركز وبتابع الدكتور وهو بيشرح بشكر الله occipital I feel ده القلم اللي طرف الهواء ده اللي هو الفيكس انا عملت ايه كده فسبت الدكتور بقى وبص ايه اللي حصل ده انا ما فكرتش ده انا باخد قرار بلان يبقى بقيت في اي فيلد عددهم الاثنين واحد اسمه ايه واحد اسمه ايه بقى فرونت اي كام ايه هو فين الفرونت مش ايه اه ده فرونت لو في الفرونت ده انا بنيت مع بعض بتكملوا انا بدور ورا اوكي لا موجود في الفرونت طبعا فرونت اي في الفرونت لو كده تمام اللي لما يحصل شال نروح من هنا ناحيه في الاولانيه في الفرونت ايوه بس صحيح اسال بقى سؤال تركت حد قرا بيت باسورد بتاع بين الكمبيوتر ها الهيستولوجي قريته بين الكمبيوتر مين اللي قرينا الباسورد بتاع بين عايزين باسورد اوف ذا بين سمول سيلز اي حاجه بيرسونال نيورون موجود فين سمول سيلز سكند اوردر نيورون سنتر فلوس ترلون كده برضه لا وتأثر على التراكت اسمه لا تبقى ميت الالات الفاينل النسكة في الصلاة بصوا الالات طب انت روح الاريا ثلاثة وحش كده ايه ثلاثة وحشين كلام على وين خلاص بدين لازم تبعت الشرط اللي بعتها من الوسط اللي بعتها ثلاثة وحشين ينزل منها فايبر تمشي مع البرامج التراكت الفاينل كور دول له خلاص احنا عرفنا المعلومات اللي بتبعتها لو في شروط تانية بقى جديد ما تبعتش تقلق ده تاني يبقى اي خليه لما تجيلها انفورميشن بتبعتها البرين البين انا بحط كده في بين طلع البين طلع ده نهايته في اريا 3-2 خلاص موافقين اريا 3-2 لازم تبعت للسنتر اللي بعت لها ان يكتب له احنا وصل لها انفورميشن خلاص مش الحمد لله ليها فائدتين كانجليزي كاتب واحده منهم توقف اشارات تانية تبقى ويبقى في حساب مترابط فلو جه بين تاني تستقبل جديد مش كده لا ما تستقبلش الخليه عماله تبعت اشارات وهو ما فيش بين بيزنس يبقى كان في حاجه اسمها ريفلكس او رد فعل لو بابا دخل البيت قلت له بابا اخونا الكبير بيشرب سجاير فخلاص بابا عارف هيأذيه هيضرب انت بابا بتوضى بابا محمد بيشرب سجاير راح بابا الحق ده محمد بيشرب سجاير لازم هو يرد عليك والله عرفت اسكت بقى خلاص فبالتالي اريا 3-2 بيجيلها معلومات من اي سنتر بتاعها فلازم ترد عليه تقول له خلاص طب ترد عن طريق اني تاج بيراميدال تكتب البيراميدال تاج كونتيننج ثلاث حاجات اريا 4 طبعا هي الاساس اللي بتمثل 40% اريا 6 عشان تتحكم في الباسل تون بتمثل 40% اريا 3-2 رد على مستندات اللي بعتت لها بتمثل 20% البيراميدال تاج اللي نزلت جايه من كام سورس لما كده التلات سورس اللي بيعملوا بيراميدال تراك كتير جدا قالوا اريا 4 واريا 6 وايه؟ اريا 3-1-2 4 بتنزل اوامر 3-2 بتظبط التون بتاع العضلات اريا 6 سوري اريا 3-2 لما يجي لها اي سنس انفورميشن لازم ترد على السنتر اللي في الفاينل كورد او برين ستيم تقول له خلاص احنا عرفنا مش كده ولا فبالتالي لما يجي يسال سؤال مين بيعمل بيراميدال تراك؟ 3 تايتل مين الثلاثة تايتل اللي عملوا بيراميدال تراك؟ 40% من اريا 6 4 40% من اريا كامله وكده طبعا تركت الاكسون نازله من كده يبقى 40% جاي من اريا 4 و40% من اريا 6 و20% من اريا 3-1-2 3-1-2 تركت نازله مش طبعا مش طبعا يبقى البرام ده تركت نازل تركت ايه نازل شايل معلومات بقى تقول لمين لو مع كده من اريا 3-2 للمراكز اللي بعتت احنا عرفنا اوريدي وصلت الامبرس خلاص لو عندي جديد بعت جديد ويوقف الامبرس اللي طبعا في هذا الكلام طبعا انا دلوقتي ببقى بتنزل كده مثلا ده كان جريد ضرب المستدى الفيستيبولار نيرف بيشتغل الهزه دي فيستيبولار نيرف بتهز فبيبعت اشارات للمخ ان احنا اتهزينا فالمخ يرد يرد عليه يقول له خلاص لو في هزه ثانيه ابعت لي لو ما فيش ما عنديش كفه انا بقيت عارف انك اتهزيت واظبط لك جسمك
المهم يا قصه صراحه باسمنا دايما رايح جاي. يبقى البرنامج ده بتاعك عشان الناس تذاكر جامد تقعد يقرا في البيت اللي 40% طلب من اريا 4 و40% من اريا 6 و20% من ايه يا جماعه اريا 3 1 2 اريا 3 1 2 دي بتشد على المراكز اللي بعتت لها تقول لها خلاص احنا عرفنا المشكله تقول لها مش طلع لها عن طريق البرنامج ده بتاعك ليه وترد عليك تقول لهم احنا مش عايزين معلومات ثانيه لو عندك جديد ابعت يبقى لما يسأل سؤال ده مين هي دي فانكشن اريا طبعا فانكشن اريا ريتن فانكشن اريا ريتن فانكشن اريا ام سكيورت سهل جدا اقل بيها سؤال البلاد سبلاي اللي رجع او حطوه عليكم عشان تقدروا تحطوا في فانكشن اريا هباور ارت يحصل كذا هباور ارت يحصل كذا اسال سؤال مستقبل ذاكرت او ايه ما ذاكرتش اسالكم بس سؤال هل حد فينا يقدر يقول لي بس كده قول لي يا جماعه الناس اللي عندها ضمير تقدروا تكونوا ذاكرين ده لو ده الفريق بتاعي وحد فينا ركز اللي رجع ده انهي ليه ما تتركش ولا ده؟ ستة صح ده هي ستة مثلا ده عباره عن فرايت اوكسيبيتال بري اوكسيبيتال نوت فيرست ارتفيشال لايت ستاك قسمونا البريد اللي هو فين من الاربع ل 4 ونص دول ها؟ ده اسمه؟ لو انا حتى سنترال يبقى اسمه؟ اي موتور اكتيفيتي ما يبقاش طبعا من اريا 4 يتسمى اكسترا بريمت يتسمى اكسترا بريمت وده شغله اساسا طبعا وصل تون والديليشن والديليت وكلام من ده تمام الاريا دي اسمها اريا 6 ايه وظيفه اريا 6 في الديك؟ اولا اي اكسبيرينس كان تبع خزينه فيها فلو باظت في الاكسبيرينس كلها اي موتور اكسبيرينس عرفت ازاي اطبخ ازاي امشي ازاي اطلع كل دي تبقى متخزنه هنا نمرة اثنين بتظبط البصل بتاع البوش اوف بصل بتاع الجرد بتاعي اللي هو بروكس من بعض اللي بصل بتاع الشولدر جرد او بصل بتاع البيبي جرد او الهيد بوني هنا في الحاله دي لما دول يتظبطوا الفور ارم يشتغل كويس تمام في نفس الوقت كل الاريا دي تحسن في التون بتعمل في التون بتقلل وتشارك في البيراميد اتاك بنسبه قد ايه؟ 40% معايا؟ اسال بقى سؤال الاريا اسمها فرونتال اي في اللي هي اريا كام؟ 8 ودي بتتحكم في الاكسترا اوكر المصري كنا بنقول على حاجه اسمها كونديكيت موف ما نقول حاجه كمان اسمها اكو ما كانش حاجه اسمها ايه؟ اكو بس كونديكيت موف هنا في واحده ثانيه كانت بتتحكم فيها اللي هي ايه؟ اللي هي اوكسيبيتال ايه فرونتال اي في اما اللي قدام دي اسمها فرونتال اي في الفرق بين الاثنين بقى؟ واحده بتيجي وواحده ريفلكس واحده بتيجي في واحده ريفلكس فينا على ذاك الكلام اسال سؤال بيت الفرونت لوب دوت يبقى الايموشن والكونتاكت والبيبر وده معتمد على السنسيشن انت استقبلت في اريا 3 1 يبقى اي سنسيشن هنا لازم يقول اللي انت سمعته قدامك او اللي انت شفته بعينيك ده حد شوف حاجه بعينيك تلاقي روحك بتتقلب مش هقول لا طب ايه بقى ده انا شايف عينيا ايه اللي زعلني ده سمك يا ابو ايه اللي زعلني مش فاكر الاريا دي اسمها بري فرونت اريا الميديا اللي ريتد الايموشن كمان وتحت ريتد حاجه اسمها اوتونومي ده اللي يكون من هنا طب الاريا اللي تحت دي اسمها ايه بقى كده فروكس موتور فيتش اريا فروكس موتور فيتش اريا دي موجوده في البوستيريور بارت بتاع الكير فرونت جايد الاريا دي بتتحكم في اللانس والتانك والليف اللي هم مسؤولين عن عمليه مين لما كده فيتش ولو باظت يبقى عندي حاجه اسمها موتور ابيلتي يعني العيان مش عارف يتكلم بالرغم انه ممكن يطلع رسالة ممكن يفتح شفايفه ممكن يعمل كل حاجه ويتنفس عادي انه مش عارف يتكلم مش عارف الكوردينيت دول مع بعض اللي اسمها موتور ابيلتي اسمها موتور ايه؟ ابيلتي تمام لو جينا مع بعض اللوب ده اسمه برايتا لوب لو ده السنتر الورا ده اسمه ايه؟ بص سنتر جايروس وهنا في السيركس اسمه انتر برايتا البص سنتر جايروس دوت الموجود هنا ده في اريا كام؟ 3 1 2 وانت بتستقبل السوماتيك سنسيشن ايه معنى السوماتيك بقى لو ما كده؟ جلد وعضلات وكده بتوع اي ناحيه من جسم الانسان اوبن سايد ولو باظت يبقى في بوز الاريا الثانيه الناحيه الثانيه كده اسال سؤال الانسان هنا ريبريزنت ازاي؟ ابسط داون راسه تحت ورجله لفوق وقال على الناحيه الثانيه المهم ان الاريا دي اريا 3 1 2 دي بتحس ما تميز تحس ما تميز تحس ما تميز طب الباقي ده بقى ده اسوشيشن اريا بقيت البرايتال لوب ودي اللي بتميز اللي انت حاسه
لو دي باظت تبطل تمام، لو دي باظت تبطل في نفس الكلام. دي اللي هي الكام ثلاثه طبعا دايما باظت، دي اهم من هي اللي بتعمل ايه. السؤال دايما هيبقى في باظت، مش كان السؤال دايما هيبقى في ايه في باظت. لو اللي هنا تسميت سبير تمبر جايرس وميد تمبر جايرس في النص، وايه الباقي وايه اللي موجود في الحشوه النص ده في الدوت اللي هي اريا 41 42 اللي بتسمى هيشنز جايرس. بتسمى ايه هيشنز دي؟ بس مع بيها اي فوتر مش عارف مثلا من اي ويد من دي ولا سيم كده. يبقى الوجه اليمين والوجه الشمال، الوجه اليمين والوجه الشمال يبعتوا الهيمسفير ده والهيمسفير ده. يعني اي واحد فينا عنده هيمسفير وهيمسفير وعنده ويد وعنده ويد، اللي بتسمعه هنا روح الودن دي وروح الودن لا ده كمان بروح نفس الناحيه بس ميلي اوبزيت سايد. فلو ده باظت عمر ما يحصل كومبليت ديفرنس، مش كده هتتعلموا في السنه الرابعه او في السنه لما تاخد اب اذن كومبليت ديفرنس في الودن لازم يبقى في الودن نفسه. يبقى لو في عيان عنده ودن ما بيسمحش خالص بيها يبقى ده عيب في الودن مش في الباس واي، لان اي ودن لما بتبعت باس واي ما بتبعتوش لناحيه واحده بس بتبعت بايلاترال. فبالتالي الامراض العصبيه ما تعملش كومبليت ديفرنس. طب انت في الودن ما بتسمحش خالص، لو المرض جوكر فيها هنا متبايظه الودن ما تسمحش، انما ادر وايز فلازم تبقى ايه تبص تقل شويه. اسال سؤال الناس اللي هنا، مين الجارد اللي انت سميته سوبيرو تمبرال جارد؟ اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ سوبيرو تمبرال جارد. سوبيرو تمبرال جارد ايه الاريا اللي في النص واللي حواليها دي اريا كام؟ 41 42 اللي بتسمع بيها. طب وبقيتها دي اريا 22 اللي بترجم بيها، هل اترجم معنى الكلمات؟ الكلمات تترجم في اريا كام؟ 40 ورنك سبيتش اريا. يبقى انا بسمع 41 42 صوت باب زين ما اعرفش هم مين اللي يقول الصوت في اريا كام؟ 22 واللي ترجم معاني الكلمات هي كام؟ اريا كام؟ 40. طب والحروف والارقام متخزنه في اريا كام؟ يبقى انا اسال سؤال، ايه الفرق بين ديت وديت؟ اريا 40 واريا 39 دي موجوده في سوبرا مارجنال جايروس، دي موجوده في انجلر جايروس. دي هي الكلمات المكتوبة والمسموعة، الكلمات المكتوبة والمسموعة، الكلمات المكتوبة أنا والبواب زي بعض، أنا والبواب زي بعض، أنا والبواب زي بعض، في نفس الكلام إحنا الاثنين نسمع كلمة نفهمها، هات 5 جنيه أنا هديله 5 جنيه وأنت هتديله 5 جنيه. إنما لو كتبت 5 جنيه يبقى الكلمات المكتوبة أو الحروف المكتوبة أنا بس اللي أعرفها، اللي اتعلم هو اللي يعرفها بس مش كده، ودي متخزنة في إريا كام لما كده 39. يبقى 39 مشاكلها في اللي هتقراه بعينين، انما 40 في اللي هتسمعه وتقراه، مش كده لا، يبقى في واحده بنسمع ونقرا واحده بنقرا بس، مش كده هذا الكلام؟ يبقى دي كده، انت معايا ولا مش معايا؟ ارجع اسال سؤال، يبقى اي واحد فينا سمع او زي الكلمه دي تاني قلت كده، خليها كلمه تانيه كده قلت ايه؟ ستة. قلنا بقى كلمه نحطها زي دي، عرفت 6 دي ازاي؟ شفتها بأي كلمة؟ ها؟ 17,000 نحو 18-19 مين اللي ترجم في الحروف؟ 39 مين اللي قالت انها كلمة 6؟ 40 فاهم حاجة ولا لا؟ لو تسلسل دوت الكلام يبقى في البيت سهل مش كام دولار؟ يبقى المثال ده انا سألته كده الطالب في السير قاعد بجنب كتبت له رقم كده كل الاريز اللي استخدمناها من ساعة ما بدأت فبدأ من أول العين والأي وستيك نيرف وستيك تراكتور وستيك كازما وكروس الكلام من ده وزادت في البيت بس ودخلنا على البرين مين الاريا اللي استقبلت ومين اللي بعد؟ التسلسل ده بيخلي واحد في دماغه فاهم بيقول ايه؟ انا ما جبتش سؤال تاني لما تيجي بتشوف الكيس ده كده لو عندي كيس دلوقتي كده وعندي عين وعندي عين ثانيه ودي كورنيا ودي كورنيا فعملت خط مستصعب كده اسال بس الناحيه دي الضوء اللي جاي من هنا ده اللي استقبله وده اللي استقبله والعكس بالعكس ده اللي استقبل دوت وده اللي استقبل ده لما بيطلع اوبتيك نيرف شايل الصوره دي اوبتيك نيرف شايل الصوره دي ايه اللي بيحصل في اوبتيك نيرف في اوبتيك كازما؟ اي فايبر استعمل فرصتين النيزل النيزل والنيزل عمل التربين على نفس الناحيه مين؟ في الحاله دي وانا برسم كده اقول ايه بقى؟ انا عيني هي بتشوف الضوء اللي جاي من الناحيه دي ودي يبقى طول ما انا واقف كده انتهي الاثنين واقفين كده مين يستقبل الضوء اللي جاي من الناس اللي هنا اللي انت حاطه كده؟ قال له النيزل بتاع الناحيه دي والتمبر بتاع الناحيه دي والعكس بالعكس قال له يعني النيزل بتاع الناحيه دي والتمبر بتاع الناحيه دي خد الضوء ده والعكس تاني طيب لما جينا عملنا اوبتيك نيرف كلام الاثنين طب انا في كذا مين اللي هيعمل كروسنج بقى كده؟ قالوا نيزا عامل التمبر ماشيين مع بعض راحوا للهيمسفير الهيمسفير ده استقبل الفيجن بعد ما عدى على نفسه زي كده طبعا يبقى الفيجن بايب على اي ناحيه لما كده على الناحيه الاوبزيت سايد مش كده لا يبقى كنت انا رتبت هومونيمس هيمنوبي هومونيمس هي هومونيمس يعني سيم سايد نفس الناحيه يعني ناحيه الاثنين
هيمونوبيا ان شاء الله يا جماعه ان شاء الله تكون ترنفخت يعني لو انا كده تبقى الحد فيه ده كله بايت مش شرط لا مش بايلات هومونيمس يعني وان سايد وان سايد هومونيمس بكلمه وان سايد بس وان سايد سيب سايد تقريبا ولا ممكن تستخدم ايه لما كده او كلمه هومونيمس او البرين يبقى كلمه دي هومو نيمس الكلمه المشهوره في الكتاب دي معناها وان سايد مش بوث سايد. طيب البرين اللي بعض يمين يبقى الهومونيمس هومونوبيا على اني ناحيه سيب سايد ولا اوبيت سايد؟ اوبيت سايد كونترا لاتر هومونيمس هومونوبيا يبقى في فيلد بايت واحد يبقى تاني كلمه هومونيمس يعني ايه فيلد واحد وان فيلد. طب اني وان فيلد لبعض؟ لو عيني يمين يبقى شمال ولو عيني شمال يبقى اليمين حاجه ولا لا؟ الكلام ده وانت بذاكر في البيت اعطاك كويس لو في سولد يبقى شيء كويس قوي تعمل كويس. انا بعلم من ايه يوم السبت عايزين القصه دي مين بينزل السبت ياخد دروس؟ لا ما هو اجباري مش اختياري انا بدلعكم دلوقتي السؤال اجباري ناخد السبت الساعه مثلا ايه؟ اجازه فاضيه. احنا ممكن نعمل حاجه فاضيه ناخد ايه؟ السبت مثلا ساعة لا اقعد انت جايب